رجعنا مره تانية لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، ومنورنا دلوقتي في الاستوديو استاذ محمد الدردير الناقد الرياضي في وكاله انباء الشرق الاوسط. مساء الخير عليك، منورنا اكيد في كلام في الميديا. ربنا يخليك، ده نور. اكيد عندنا النهارده حاجات كتير نتكلم عليها، يمكن هنتكلم اكيد عن لقاء بكره ان شاء الله قصاد سيمبا التنزاني في تنزانيا في دار استلام الساعه 3 العصر، لكن عايزين نتكلم الاول عن قرارات مجلس اداره النادي الاهلي اللي تم اتخاذها يوم السبت اللي فات في مجلس اداره طارئ. كان معمول ردا عن اللي حصل او ما بدر خلال اجتماع مجلس اداره اتحاد الكوره اللي كان يوم الاربع اللي فات. شفت قرارات النادي الاهلي ازاي؟ أكيد طبعا قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي قرارات قوية جدا في وقتها تماما. الفترة الأخيرة كان شهدت العديد من التجاوزات من بعض الأطراف ضد النادي الأهلي. الناس واضح إن هي نسيت النادي الأهلي ده يبقى إيه. النادي الأهلي حاجة كبيرة جدا، مجلس إدارة النادي الأهلي حاجة كبيرة جدا في مصر. أعتقد إن قرارات حازمة في وقتها لعودة بعض الأشخاص ذوي الوضعهم الطبيعي. كان في حصل بعض التجاوزات زي ما حضرتك قلت، اعتقد ان دي قرارات مهمه جدا لمجلس اداره النادي الاهلي. يمكن من اهم القرارات اللي تم اتخاذها خلال الاجتماع الطارئ لمجلس اداره النادي الاهلي عدم المشاركه في البطولات العربيه بسبب تجاوزات رئيس الاتحاد العربي على النادي الاهلي او على مجلس اداره النادي الاهلي. كمان عدم تغيير اي مباراه في جدول المسابقه لحد يوم 30 مارس، الجدول اللي تم ابلاغ الانديه به يوم 8 يناير اللي فات. النادي الاهلي تمسك ان هو ما يغيرش او ما يعدلش اي حاجه في المباريات لحد يوم 30 مارس القادم. يمكن دي كانت اهم القرارات اللي اخذها النادي الاهلي. أكيد طبعا بالنسبة يعني في البداية للبطولة العربية، هي طبعا في النهاية بطولة ودية وإن كان العائد المادي لجوائزها كبير، يمكن أكبر كبير كمان من أكتر من البطولة دوري أبطال أفريقيا أكيد، ولكن في النهاية النادي الأهلي مش بيبحث على الماديات خالص ولا فلوس. النادي الأهلي أكبر من أي ماديات وأكبر من أي فلوس. دي البطولة في النهاية غير معترف بها من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وبطولة غير معترف بها في النهاية بطولة ودية. الأهم بالنسبة للنادي الأهلي مشاركة طبعا في دوري أبطال أفريقيا المؤهل لبطولة العالم للأندية، هي دي البطولة الأهم والأكبر، والممارسات المحلية سواء في الدوري أو الكاس، لكن البطولة العربية مش مهمة جدا على المستوى الدولي، مش معترف بها. بالنسبة برضو جدول الدوري، ده جدول معلن من الاتحاد المصري لكرة القدم، ايه الداعي ان هو يتم تغييره في هذه الفترة بالذات؟ يعني الجدول المعلن لازم الكل يلتزم بيه، اي نادي عنده مشكلة تانية ده شأن آخر، يعني خارج عن إرادة النادي الأهلي. اعتقد ان ده من حقه ان يتمسك بجدول الدوري كما هو معلن. صحيح. طيب النادي الاهلي بعد الاجتماع ده تقدم بشكاوى، شكوى للاتحاد الافريقي لكره القدم وشكوى اخرى للجنه الاولمبيه بسبب حضور رئيس مجلس اداره نادي الزمالك او رئيس نادي الزمالك مستشار مرتضى منصور الموقوف قانونا عن طريق الكاف او الاتحاد الافريقي لكره القدم، بعد ما تجاوز او كان في تجاوزات ضد احمد رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم. شفت ده ازاي ومتوقع هيكون ليه رد فعل عامل ازاي؟ هي طبعا حضور رئيس نادي الزمالك الاجتماع ده كانت علامه استفهام كبيره، المفروض ان ده اجتماع رسمي وتم مخاطبه النادي الاهلي بشكل رسمي ان ده اجتماع. دي كانت علامه استفهام ازاي يكون شخص موقوف من الاتحاد الافريقي لكره القدم اللي هو بيراس الاتحاد المصري لكره القدم ويحضر اجتماع، وخاصه الاجتماع ده تم الدعوه ليه بشكل رسمي. هم رجعوا بعد كده قالوا الاجتماع ده مش رسمي. اعتقد لا، المفروض ان دي في مخاطبات رسميه بتثبت الكلام ده، والنادي الاهلي من حقه انه يشتكي في الكاف وفي اللجنه الاولمبيه المصريه، خصوصا ان حصلت بعض التجاوزات في الاجتماع ده ما كناش نتمنى ان هي ممكن تحصل. صحيح. طيب خلينا نرجع لورا شويه. الاجتماع ده اتعمل ليه؟ يعني كان ايه المغزى وايه السبب، او هم كانوا متخيلين اتحاد الكوره كان متخيل هيطلع بايه او هيوصل لايه من الاجتماع ده بدعوته لكل الانديه المشاركه في الدوري المصري الممتاز عشان تصوت او ياخدوا رايها في تاجيل مباريات او تعديل جدول المباريات للنادي الاهلي؟ وطبعا كان السبب في ده او اللي كان متضايق من المباريات بتاعت النادي الاهلي او كان حابب ان مباريات النادي الاهلي تتاجل او تتقدم كان نادي بيراميدز والنادي الزمالك. وفي البداية الاتحاد المصري لكرة القدم هو المفروض المعني بجدول الدوري. صحيح.
مش كل حد يطلب تأجيل مباراة ان انا اعمل اجتماع واقعد ادعو كل رؤساء الأندية. ما كانش رؤساء ليه داعي الأندية أصلاً. كلها اصلا بالظبط ما كانش ليه داعي ان يحصل من الاساس اجتماع صحيح. يعني لو افترضنا ان المشكله ما بين ثلاث اطراف ونادي الاهلي اصلا ما عندوش مشكله مع اي حد. النادي الاهلي قال انا ملتزم بس بمبارياتي لحد 30 مارس بالجدول المعلن من قبل الاتحاد المصري لكره القدم. فلو افترضنا ان في ثلاث اطراف عندهم مشاكل في مباريات، ليه بيتم دعوه كل الانديه؟ بالظبط ده علامه استفهام كبير. يعني كان الاولى ان هو يبقى في جلسات بين الثلاث انديه اللي هم المعنيين بالازمه. لكن انت جبت كل رؤساء الانديه في اجتماع وفي النهايه الاجتماع ما تمش وما ظهرش بالصوره المرضيه للناس كلها. حصلت بسببه مشاكل كتير جدا بالظبط ولسه في تداعياتها لحد دلوقتي. أكيد. يعني ده بيتحمل مسؤوليته طبعا الاتحاد المصري لكره القدم في النهايه. طيب بعد قرارات النادي الاهلي اللي اصدرها يوم السبت اللي فات في اجتماعه الطارئ، رد مجلس إدارة اتحاد الكورة وقال هيتم انعقاد جلسة أو مجلس إدارة في اتحاد الكورة وهنرد على بيان النادي الأهلي، وده ما حصلش. تفتكر ما حصلش ليه؟ أصلي هيرد يقول إيه؟ يعني هم قالوا إن أقصى رد ليهم قالوا إن الجلسة دي مش رسمية، واعتقد ان الكلام ده مش صحيح. اذا كان في مخاطبات رسميه من الاتحاد المصري لكره القدم بتدعو الانديه لحضور الاجتماع بخصوص بعض مباريات الدوري الممتاز وتعديل الجدول وكده. وفي النهايه في نهايه الاجتماع كمان حتى اللي طلعت قرارات بيقول لك تطبيق تقنيه الفار وبتاع، يعني ملوش اي علاقه بالاجتماع اللي اصلا اتعمل او بسبب الاجتماع اللي اتعمل عشانه. يعني بالظبط ففي النهايه كان علامه استفهام كبيره طبعا اللي بيحصل في اداره الاتحاد المصري لكره القدم فتره حاليه. طيب بعد الاجتماع ده لقينا نادي بيراميدز بيطلب تاجيل مباراته مع النادي الاهلي لبعد 30 مارس. النادي الاهلي انا ما عنديش مشكله بس انا عايز اعرف اسباب تاجيل المباراه. اكيد طبعا من حق النادي الاهلي انه يعرف، لانه خاصه هو كان المنظم للمباراه دي وهو ما طلبش تاجيل. صحيح. لازم يعرف ايه السبب لتاجيل المباراه دي، خاصه انه كان خلاص النادي مستعد لخوض المباراه وما عندوش اي مشكله فيها. طيب خلينا نروح بقى لفريق الكوره. يمكن اخر لقاء للنادي الاهلي كان قصاد حرس الحدود، الفوز ما كانش فوز سهل، كان فوز صعب، واداء النادي الاهلي ما كانش هو الاداء المعروف عن النادي الاهلي او ما كانش هو ده المتوقع بعد طبعا الصحوه اللي احنا كنا عايشينها في الفتره اللي فاتت. شفت النادي الاهلي ازاي في اللقاء ده؟ يمكن توالي المباريات والاجهاد، يعني على الرغم من الصفقات الكتيره اللي جابها النادي الاهلي في الفتره الاخيره، ولكن برضو بنلعب مباراه كل 72 ساعه بيأثر بشكل كبير على اداء النادي الاهلي في الفتره الاخيره. فعلا مباراه الحرس كانت مباراه صعبه جدا، يمكن النادي الاهلي قدر يكسب 1-0 في النهايه، ولكن في اداء الجماهير كانت بتعمل يبقى الاداء افضل من كده بشكل كبير في المباراه دي بالذات. لكن اعتقد ان الاجهاد كان بيأثر بشكل كبير، خاصه برضو في غيابات، وزي ما احنا بنشوف كل لعيب يرجع من اصابه في اثنين غيره يتصابوا. اعتقد برضه النادي الاهلي في الفتره اللي جايه مطالب انه يواصل مسيرته دي، مش مهم الاداء ولكن مهم الانتصارات، العوده مره اخرى على قمه الجدول. صحيح. طيب خلينا نتكلم عن الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي عامه. شايف ازاي المنافسه او الصراع في القمه والصراع كمان في القاع على الهبوط؟ الصراع السنه دي صعب جدا وقوي، خاصه في المقدمه شايفين نادي الزمالك وبيراميدز والاهلي بينافسوا هم الثلاثه. الاهلي لسه عنده مباريات مؤجله، لو كسبها هيبقى في المركز الثاني، ولو كسب يمكن مباراتين الزمالك هيعود للقمه مره ثانيه وبينافس بقوه على بطوله الدوري. برضو في القاعه يعني في بين كل مباراه من المركز السادس كده بتلاقي كل مباراه كل اسبوع بيتغير الترتيب تماما، مجرد ان فريق يكسب ممكن بينطب بالثلاث والاربع مراكز. لسه المسابقه طويله وفي صراع قوي في البطوله دي الموسم ده على بطولة الدوري سواء في المقدمة أو في الفرق المؤخرة. صحيح. طيب خلينا نتكلم عن مارتين لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي وكيفية توظيفه للصفقات الجديدة، حتى اللعيبة اللي هو مش جداد، زي مثلا ما شفنا توظيف كريم نبت بطريقة مختلفة، وشفنا إشادة الجمهور بي، يعني يمكن الجمهور رأيه اختلف في كريم نبت بالذات حوالي 180 درجة. شايف مارتين لاسارتي عامل ازاي مع النادي الأهلي؟ بدأ يحط ايده على نقاط القوة والضعف في الفريق، يمكن ظهر ده في المباريات الأخيرة والنتائج اللي حققها. شايفين أداء مختلف تماما عن الفترة اللي قبل كده، في توظيف زي ما حضرتك قلتي لكريم نيدفيد ولبعض اللعيبة، في حتى بعد الوجوه الجديدة بيشاركوا بشكل أساسي من أول مباراة وصنعوا الفارق بشكل كبير للنادي الأهلي. لعيبة كتير حتى من اللعيبة القدامى زي شفنا من لعيبة جديدة حمدي فتحي ياسر إبراهيم عاملين فرق كبير مع النادي الأهلي، من اللعيبة القديمة طبعا علي معلول من نجوم الفريق وهو الفترة الاخيره عامل اداء اكتر من رائع وقدر يقود الفريق اكتر مباراه اسيستات بيرفع كور مهمه. صحيح. جدا للعيبه. اعتقد ان لاسارتي برضو الفتره اللي جايه هيبان الشغل بتاعه اكتر، قدامه فرصه كبيره مع النادي الاهلي يصنع مجد ليه ومجد للنادي الاهلي في الفتره اللي جايه سواء في بطوله افريقيا او في بطوله الدوري.
صحيح. طيب خلينا بقى نروح لدوري ابطال افريقيا. احنا ان شاء الله عندنا بكره لقاء مهم جدا قصاد سيمبا التنزاني، دي الجوله الرابعه من المجموعه الرابعه اللي بتضم سيمبا التنزاني، النادي الاهلي، شباب الثوره الجزائري، وفيتا كلوب الكونغولي. اللقاء ده جه بعد طبعا لقاء الذهاب اللي انتهى بخمس اهداف نظيفه لصالح النادي الاهلي هنا على ملعب برج العرب. شايف النتيجه الكبيره اللي حققها النادي الاهلي هنا على ملعبه هتاثر في ادائه بكره ان شاء الله؟ لا اعتقد مباراه بكره برضو مش هتكون سهله، على الرغم من النتيجه الكبيره اللي احنا كسبنا هنا 5-0، ولكن الاجواء الجماهيريه والرطوبه ودرجه الحراره في صحيح. تنزانيا هتاثر بشكل كبير، خاصه المباراه هتبقى الساعه 3 العصر، يعني فهتبقى لعيبه النادي الاهلي مش معتادين ان هم يلعبوا في الجو ده، ولكن عندهم من الخبره ان هم يقدروا يطلعوا بنتيجه ايجابيه في تنزانيا. برضو الفريق هناك الجمهور بيعمل عامل ضغط كبير ودافع معنوي كبير لفريق تنزانيا، احنا شفناه في اول مباراه كسب شبيبة الثورة 3-0. فريق شبيبة الثورة مش من الفرق السهلة برضو، ولكن قدر يحقق نتيجة في أول مباراة. احنا شبيبة الثورة تعادلنا معاها بالظبط. أعتقد إن مباراة هناك مش هتبقى سهلة على النادي الأهلي، ولكن صحيح. الخبرات بترجح كفة النادي الأهلي بكرة قدام سيمبا التنزاني. يمكن كنا بنقول في بداية الحلقة إن الفوز بكرة وحصد الثلاث نقاط مهم جدا أكيد عشان نتصدر أو نفضل متصدرين لمجموعتنا الرابعة، نضمن طبعا الوصول للدور التالي. كمان هتفرق معنويا جدا مع الفريق قبل ما يرجع، لانه اول ما يرجع يكون عنده مباراه مع الانتاج الحربي يوم السبت اللي جاي على طول. اكيد طبعا، وزي ما قلنا ولسارتي كمان قال في المؤتمر الصحفي ان اهم حاجه في دوري ابطال افريقيا مرحله تجميع النقاط. صحيح. احنا في المركز الاول لحد دلوقتي، الفوز بيبقى مهم جدا، هيقربنا بشكل كبير جدا من الصعود ونضمن الصعود بشكل كامل بدري قبل صحيح. ما ندخل في المباراه. النادي الاهلي معاه 7 نقاط في صداره المجموعه، بيجي وراه فيتا كلوب 4 نقاط، بعديهم سيمبا التنزاني 3 نقاط ونقطتين بس من تعادلين لشبيبة الثورة الجزائري. فزي ما بقول لو كسب الأهلي بكرة هيبقى 10 نقاط، هيبقى قريب بشكل كبير من التأهل للدور الثاني. والنادي الاهلي طبعا زي ما قلنا احنا بيسعى انه يتاهل اول عشان يبقى عنده حتى مباريات سهله في الادوار اللي بعد كده، وبعدين يرجع بعد مباراه سيمبا على طول عنده مباراه الانتاج الحربي هنا في الدوري، مباراه برده مش سهله من الفرق الانتاج الحربي، من الفرق القويه، بدا يدخل في المربع الذهبي مره ثانيه بعد اخر مباريات ليه في البطوله، وده قدر النادي الاهلي مباراه كل 72 ساعه سواء في الدوري او في دوري ابطال افريقيا. اتمنى ان هم يحققوا انتصارات في الفتره اللي جايه. دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا مليان اهداف، يعني بيفوزوا بال5-0 و5-1 و8-0، يعني النتائج غريبه جدا في دور المجموعات. شايف مين ابرز الفرق المرشحه ان هي تفوز باللقب في الموسم الحالي؟ اكيد طبعا على راس الفرق دي النادي الاهلي، كل سنه بيبقى بينافس بقوه على البطوله، بقى لنا سنتين بنوصل للمباراه النهائيه، النادي الاهلي مرشح الاول للفوز باللقب في السنوات الاخيره. في برضه نادي الوداد المغربي، النادي الترجي التونسي من الفرق القويه، مازيمبي كونغولي، اعتقد ان برضه في فرق بتنافس بشكل كبير في بطوله دوري الابطال للموسم ده، وان كان على راسهم طبعا النادي الاهلي، ونتمنى انه يحقق اللقب السنه دي لمصالحه جماهيره بعد خسارتين للقب سنتين على التوالي. صحيح. يمكن ده كمان كان برضه راي فوزي البنزرتي اللي اتكلم وقال ان النادي الاهلي والترجي والوداد هما الاوفر حظا فالفوز باللقب الحالي لدوري ابطال افريقيا. اكيد طبعا فرق شمال افريقيا من الفرق المهمه والقويه جدا في القاره السمراء، استقرار مادي، استقرار نفسي للاعبين، في قوه واداء فني عالي، اعتقد ان فعلا زي ما قال فوزي البنزرتي هم دول اهم 3 فرق مرشحين بقوه للفوز بدوري ابطال افريقيا الموسم ده. خلينا بقى نروح لملف اخر بعيدا عن النادي الاهلي، نروح لامم افريقيا الكان 2019 المقامه في مصر هنا، الاكيد مصر طبعا اتشرفت بتنظيمها في النسخة الحالية. خلينا نتكلم الأول عن المنتخب الوطني الأول، واللي أكيد طبعا كل جماهير الكرة المصرية بتحلم إن احنا نفوز ونحصد اللقب في هذه النسخة، بعد طبعا ما كان عندنا حالة من الإحباط الكبير بعد خسارتنا في النسخة الأخيرة في المباراة النهائية. رأيك إيه في اللائحة المالية الجديدة اللي قررت وضعها أو اللي قرر وضعها المكسيك أجاري للعبة المنتخب بعد طبعا المشاركة في أمم أفريقيا، وكمان الأرقام اللي احنا كنا سمعينها عن المكافآت الخاصة بلعبة المنتخب؟ يمكن وأنا بقول النهاردة خبر عن المكافآت، المكافأة برة مصر أو خارج الأرض عن الفوز ما بتكملش الـ1000 دولار. اكيد طبعا هو يمكن لائحه ضعيفه جدا، خاصه منتخب مصر بقى من المنتخبات الكبيره جدا في افريقيا، اغلب لاعبي المنتخب مصر محترفين بالنسبه لي مع احترامي المبلغ دي ايه 1000 دولار ده يعني اي ولا حاجه،
ولكن في النهايه يمكن في الفتره اللي جايه انا شايف ان هيبقى في تعديل للائحه دي، خاصه كمان ان البطوله على ارضنا دي فرصه كبيره جدا ان احنا نحقق اللقب، عوده احتضان البطوله مره اخرى، فرصة مصر كبيرة جدا ان يتحقق اللقب ده مرة تانية وننافس بقوة على اللقب ده ان شاء الله. صحيح. طيب بالنسبة بقى لأجاري المكسيكي خافير أجاري، شايفه عامل ايه حالة الاختلاف اللي عملها عن هكتور كوبري؟ يعني احنا كنا دايما بنتذمر ومتضايقين جدا من الأداء الدفاعي البحت لهكتور كوبر في المرحلة اللي فاتت، خصوصا طبعا اللي كانت واضحة جدا في كأس العالم 2018 في روسيا. يمكن كمان كان أداءنا احنا كمنتخب او تصنيفنا احنا في المنتخبات اللي شاركت كانت المنتخب اللي قبل الأخير، يعني احنا كنا المنتخب اللي قبل الأخير من حيث الترتيب قبل بنما اللي هي حديثة تماما. صحيح. في المشاركات يمكن كبر الانجاز اللي عمله هو ان احنا تأهلنا معاه لبطولة كأس العالم بعد غياب طويل. صحيح، غياب طويل جدا. يعني طريقة أدائه حتى من قبل التأهل هي نفس الطريقة، اللعب بطريقة دفاعية واللعب على الهجمات المرتدة وإن احنا نخطف جون والمباراة بتتلعب يعني نخطف جون وننام عليه زي ما بيقول. لكن أجيري مختلف تماما يعني. صحيح. شايفين في أداء هجومي للمنتخب، في شكل للمنتخب، لعب مباريات مفتوحة، بنسجل أهداف كتير. خطته بتعتمد على أكتر من لاعب، خاصة محمد، يعني مش محمد صلاح بس، لا أكتر من لاعب غير محمد صلاح. يمكن ده الشكل الهجومي للمنتخب، ده اللي احنا كنا نتمناه وجماهير مصر كلها. يمكن الاعتماد على محمد صلاح في الفترة اللي فاتت، فترة هكتور كوبر، وفكرة ادي لصلاح وقول باس يا صلاح وقول يلا يا صلاح، والكلام اللي كنا بنسمعه من جمهور الكره المصريه ده، وبعد طبعا اصابه محمد صلاح في نهائي الشامبيونز ليج السنه اللي فاتت بعد ما تسبب راموس في اصابه محمد صلاح باصابه كبيره جدا في الكتف وعدم مشاركته في اول مباراه مع المنتخب الوطني، ده اللي تسبب في ازمه كبيره جدا في المنتخب لان احنا كنا اصلا معتمدين عليه. اكيد اثر على لعيب المنتخب معنويا بشكل كبير، واثر على محمد صلاح نفسه، زاد الضغوط اللي حواليه، اللي هو كان مصمم يشارك حتى وهو شفائه ما اكتملش، يعني هو ما كملش الشفاء وكان عايز يشارك عشان الضغوط اللي عليه، وعايز يعني يراضي الجماهير المصريه، مش عايز يعمل حاجه لمنتخب مصر. ولكن الفتره الاخيره لا، شايفين اجيري بيعتمد في خطه شامله، في عنده اكتر من لاعب واكتر من بديل في كل المراكز، والمنتخب بيأدي بشكل هجومي بشكل جيد، لينا شكل في كل المباريات، بنسجل اهداف كتير. واعتقد ان منتخب مصر مرشح الاول للفوز بكاس الامم الافريقيه اللي جايه، خاصه ان هي على ارضنا وسط جمهورنا. صحيح، اكيد النقطه دي هتفرق كتير جدا معانا في البطوله. كمان لو هنتكلم عن المنتخب الوطني الاول وهنتكلم عن خافير أجاري المدير الفني المكسيكي، فيمكن في نقطة مش عارفين ناخدها ضده ولا تكون لصالحه، وهي الاستعانة بالوجوه الجديدة، عشان هو قال في البداية أنا جاي هنا عشان كأس العالم القادم في 2022، فأنا هدي فرصة أكتر للوجوه الجديدة والمعدل الأعمار لازم أنزل بيه. وقتها طبعا في لعيبة كتير عندها خبرات كانت تستحق ان هي تكون موجوده في المنتخب الوطني الاول، يمكن ابرزهم كان وليد سليمان اللي كان بيقدم موسم هايل مع النادي الاهلي، كان بيعد من افضل لاعيبه الدوري المصري الممتاز في الوقت ده. الناس كلها كانت بتهاجم أجاري بسبب الموضوع ده، بعد كده رجع اتكلم تاني قال لا خلاص احنا في امم افريقيا والبطوله دي هتتلعب على ارض مصر، فانا قد احتاج لتدعيم الصفوف ببعض الخبرات. اكيد طبعا وجود بعض الخبرات مهم جدا لمنتخب مصر. صحيح. يعني برضو انه يعتمد على وجوه جديده ده برضه شيء كويس، يعني بنعمل جيل جديد من اللاعبين لمنتخب مصر وبننزل بالاعمار السنيه، ولكن لازم يكون على الاقل في عنصر او اثنين من الخبرات اللي هي يقودوا اللعيبه دي في المباريات نفسيا ومعنويا وخططيا، وجودهم مهم جدا في منتخب مصر. طبعا على راسهم وليد سليمان يستحق انه يكون موجود في المنتخب الفتره اللي جايه، وفعلا وجود البطوله على ارض مصر هنا وان احنا هنكون مرشح الاول ان شاء الله للفوز بيها، بيدي فرصة لكل اللعيبة سواء الوجوه الجديدة أو القدامى اللي يكونوا مشاركين في الحدث الكبير ده، ويعني إن هم يقدروا يكونوا موجودين في المنتخب ويحققوا انتصارات للجماهير المصرية. المعروف كمان في الفترة اللي فاتت أو اللي بيتردد في الفترة اللي فاتت إن هيكون في بعض الوجوه الجديدة من اللعيبة المصريين المحترفين اللي إحنا ما نعرفش أصلاً عنهم حاجة، يمكن تيتو جارسيا مدرب المنتخب اتكلم وقال إن يمكن في 8 لعيبة في الدوري القطري وقد يتم انضمام بعض الوجوه الجديده من الدوري القطري لمنتخبنا الوطني الاول. طبعا في لعيبه كتير محترفين في مصر بالفعل ما حدش يسمع عنهم ومش واخدين حقهم اعلاميا. صحيح. وده شيء كويس من الجهاز الفني للمنتخب انه يقدر يتابع اللعيبه دي ويقدر يبقى عنده معرفه ودرايه بيهم. صحيح، احنا شفنا يمكن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقياده
أجاري المكسيكي أجاري، يمكن بعت ناس للبرتغال لليونان، شفنا كابتن أحمد ناجي موجود في السعودية بيتابع هناك، شفنا برضو ناس تانية موجودين في قطر في الدوري القطري بيتابعوا المحترفين المصريين. واضح أنه هو مركز جدا في موضوع المحترفين. أكيد طبعا، وده شيء مهم جدا، لأن أكيد اللاعب المحترف برضو يمتلك من الخبرات في اللعب في البطولات والمباريات الكبيرة أكثر من اللاعب المحلي. اعتقد دي حاجه ايجابيه جدا للجهاز الفني للمنتخب الفتره اللي جايه، ويركز عليها، واكيد مش كل اللاعبين يستحقوا الانضمام للمنتخب، لكن هيبقى اختيار عناصر معينه بعنايه في بعض المراكز اللي ناقصه في المنتخب لتعويضها من اللاعبين المحترفين دول. طيب بعيدا بقى عن نتائج المنتخب والمتوقع من المنتخب، واللي احنا اكيد كلنا متوقع منه ان هو يفوز باللقب كان 2019، عشان يعني حقيقي احنا محتاجين الفرحه دي في مصر. طيب نتكلم عن الاستعدادات بقى، استعدادنا احنا كبلد لاستضافه الحدث الكبير ده والبنيه التحتيه بتاعتنا، الاستادات، المواصلات، الفنادق. شايف مصر مستعده انها تستضيف الحدث الكبير والهام ده بصوره مشرفه؟ أكيد طبعا، مصر دولة كبيرة بنمتلك بنية تحتية ممتازة في الرياضة المصرية، عندنا استادات على أعلى مستوى في المدن، في الإسماعيلية، في السويس، في بورسعيد، في القاهرة، في اسكندرية. أعتقد إن احنا قادرين تماما على تنظيم البطولة دي، عندنا كمان ملاعب تدريب وملاعب مختلفة غير الملاعب الرئيسية اللي هتقام عليها المباريات سواء في الأندية أو في الاستادات الصغيرة. عندنا بنية تحتية ممتازة طبعا، عندنا فنادق، عندنا مواصلات، عندنا كل حاجة. كمان الميزة ان البطولة هتقام كلها في اماكن قريبة من بعض، حتى المدن قريبة. صحيح. هتبقى بطولة جيدة جدا. اعتقد ان هيبقى من افضل تنظيم لبطولات افريقيا على المستوى البطولات اللي فاتت، هيبقى ان شاء الله التنظيم اللي جاي في مصر. من الناحية التنظيمية طبعا نتمنى انه ينجح التنظيم في مصر وندي صوره طيبه عن القرار. يمكن شفنا كمان بعض القرارات او بعض الاخبار اللي بتؤكد ان هيكون في تقنيات جديده في دوري او في بطوله امم افريقيا 2019، منها طريقه بيع التذاكر، بصمه الوش، ازاي ممكن تدخل او طرق دخول الاستادات والتفتيش، ووجود كمان اماكن مخصصه ويعني زي سكليتر ما بيقولوا عليه اللي هو سلالم متحركه جوه المدرجات عشان ذوي الاحتياجات الخاصة والاهتمام بيهم طبعا عشان يكونوا موجودين ويشجعوا بلدهم في البطولة المهمة دي. أكيد طبعا، يمكن كمان بعد مشاركتنا في المونديال واحتكاكنا في كأس العالم شفنا المستوى التنظيمي عامل ازاي في روسيا، فأكيد طبعا ان احنا مرشحين ان احنا ننظم على اعلى مستوى الفترة اللي جاية، سواء الفاسيلتيز اللي هي داخل الاستادات وطريقه بيع التذاكر الالكترونيه وعمل الفان اي دي للجماهير لدخول المباريات. اعتقد ان احنا خدنا خبره كبيره من بعد ما شفنا وتاهلنا لكاس العالم لروسيا، طريقه دخول الجماهير في المدرجات، التذاكر، عمليه بيع التذاكر. اعتقد ان احنا هنطبق الكلام ده عندنا ان شاء الله في 2019، وهيبقى شكل مشرف، التنظيم هيبقى شكل مشرف لمصر في القاره السمراء ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى ده اكيد، ونتمنى طبعا البطوله دي تطلع بشكل مشرف، وكمان نتمنى من الجمهور انه يعكس صوره حقيقيه عن الشعب المصري باخلاقه، بطيبته، بكرمه، بترحابه للوفود اللي جايه ان شاء الله، لضيوفنا اللي هيكونوا موجودين عندنا هنا على ارض كنانة، على ارض مصر. طيب عايز اقول ان نادي الاهلي مواليد فريق مواليد 2002 بيفوز على وادي دجله في بطوله القطاعات 8-0، ده كان من شويه انتهت المباراه، 8-0 لصالح النادي الاهلي على وادي دجله. طيب خليني اسالك كده سريعا، نرجع مره تانية لمنتخبنا الوطني الاول، وطبعا بنتكلم عن التحضير للبطوله المهمه جدا كان 2019، وعن المباريات الوديه اللي كانت المفروض تتلعب قبل اللقاء ده، قبل ما يتم تنظيم او يتم قرار ان مصر هي اللي هتنظم البطوله، كنا بنفكر ان احنا هنسافر بره في بطولات في دول افريقيه، نلعب الدول الافريقيه دي في بلد يعني قريبه، ساعتها كانت الكاميرون هي اللي هتستضيف اللقاء في بلاد قريبه من الكاميرون. دلوقتي الموضوع اختلف، ولكن برضو هنسافر للنيجر وهنسافر نيجيريا في مباراه وديه ومباراه مش وديه طبعا، مباراه رسميه.
هنسافر في الفترة اللي جاية. وكمان من ضمن الاستعدادات دي أكيد كان توفير طيارة خاصة للمنتخب الوطني الأول بناء على رغبة المدير الفني الخاص بمنتخبنا الوطني. الدنيا الأجانب الكتير قوي، الدنيا بقت صعبة. المهم أجيري هو اللي طلب أن يتم توفير طيارة خاصة لمنتخبنا الوطني أول عشان طبعا يوفر الراحة للعيبة وللجهاز الفني والإداري لمنتخبنا الوطني الأول. شايف الاستعدادات دي كافية للمنتخب قبل البطولة؟ يمكن هو الجهاز الفني طلب بالفعل طيارة خاصة في المباراة، يعني احنا هنلعب الأول مباراة النيجر دي في التصفيات، آخر مباراة في التصفيات، وعندنا بعدها مباراة ودية مع نيجيريا، وهم اختاروا نيجيريا هتبقى قريبة جدا من النيجر، مسافة قريبة عشان اللعيبة ما يبقاش في إرهاق. مباراة الودية بعد دي، وبعد كده أعتقد إن الثلاث مباريات الودية اللي قبل الأمم الأفريقية اللي طلبهم الجهاز الفني هيتلعبوا هنا في مصر، خاصة إن خلاص البطولة هتتلعب على أرضنا، مفيش داعي إن احنا نسافر ونرهق اللعيبة ونلعب مباريات خارج مصر. أعتقد إن الثلاث مباريات اللي هيكونوا في ختام الاستعدادات للتصفيات هيتلعبوا زي ما قال الجهاز الفني للمنتخب، هيتلعبوا هنا في مصر، ويمكن لسه ما تحددتش أطرافهم بشكل كامل، ولكن في دلوقتي بيتم البحث عن أسماء كبيرة في القارة السمراء للعب مباريات معاها قبل ثلاث مباريات ودية قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية هنا في مصر في شهر 6 إن شاء الله. صحيح، كل التوفيق أكيد لمنتخبنا الوطني الأول في كان 2019. نتمنى طبعا أن المنتخب يقدم أداء مشرف ونحن يعني ناخد البطولة دي بإذن الله، البطولة دي على أرضنا وسط جمهورنا، وإن شاء الله ما يكونش فيه عندنا أي أعذار أن احنا ما نحصل على البطولة دي. أستاذ محمد الدردير الناقد الرياضي في وكالة أنباء الشرق الأوسط نورتنا النهاردة في كلام في الميديا في قناة النادي. شكرا جزيلا لنوركم. شكرا جزيلا مشاهدينا، انتهت حلقتنا النهارده، اشوفكم ان شاء الله يوم الاربعاء اللي جاي بعد بكره، اللي بكره طبعا مباراه النادي الاهلي قصاد سيمبا التنزاني الساعه 3 العصر. اكيد هيكون في عندنا هنا على شاشه قناه النادي الاهلي تغطيه لكل الكواليس وكل الاجواء الخاصه باللقاء بكره ان شاء الله. كل التوفيق لفريقنا باذن الله، ان شاء الله دي تكون خطوه مهمه جدا لتحقيق الاميره الافريقيه التاسعه للنادي الاهلي. اشوفكم ان شاء الله يوم الاربعاء اللي جاي، يوم سعيد على حضراتكم.